عمرنا ما سألنا أي حد من الجمهور عن توقعاتك في لقاء النادي الأهلي مع أيا كان مين، وتسمعوا عبارة من عينة مثلا إن شاء الله نتعادل. لا، مفيش حاجة اسمها كده. دايما توقعات الجمهور، جمهور النادي الأهلي، وأنا هنا مش بتكلم على توقعاتهم لمباراة النهارده بالتحديد، أنا بتكلم بشكل عام إن دايما جمهور النادي الأهلي متوقع من لعيبة النادي الأهلي أقصى حاجة ممكن يقدروا يحققوها، واللي هي عشان يبقى الموضوع مرضي للجمهور هي الحصول على لقب البطولة اللي النادي الأهلي بيشارك فيها. طبعا إحنا عندنا لعيبة بسم الله ما شاء الله، هم في غنى عن ان انا اتكلم عنهم، وحتى ان انا اذكر ان هم عندهم ما يكفي من الخبرات على يعني ما يعينهم على حسن التعامل مع النوع ده من الضغوطات. لكن بعيدا بقى عن تلاحم المباريات والسفر والمجي والمشاركات في مباريات محليه واقليميه وقاريه ودوليه بما فيها من ضغوطات هستيريه، لكن انا عايز اقف شويه عند الضغط اللي بيشكله طموح الجمهور على اللعيبه. دي حاجه صعبه جدا، مش اي لاعب يعني يقدر يتعامل معها ويتاقلم مع هذا الامر. الحقيقه يعني نهني دايما لعيبه النادي الاهلي على الثبات الانفعالي وعلى ان هم دايما عند حسن توقعات وحسن ظن الجمهور. ده في حد ذاته بيشكل عبء غير طبيعي ومسؤوليه غير طبيعيه. يعني اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ده ماشي وشايل على كتافه مجموعه ضخمه من الاحمال باشكال مختلفه وبمرجعيات مختلفه، لكن في النهايه الحمل واحد وهو حمل تقيل جدا. لكن كالعاده رجاله النادي الاهلي دايما قدها وقدود. تعالوا بقى نستعرض تصريحات مستر كولر في المؤتمر الصحفي اللي عقد بالامس. طبعا قال كلام كتير، من ضمن كلام اللي قاله قال ان طبعا مباراه سيراميكا كليوباترا لن تكون مباراه سهله في ضوء الاداء والنتائج اللي قدمها الفريق في الفتره الاخيره. طبعا شدد على ان النادي الاهلي بيسعى، وده شيء طبيعي جدا، بكل قوه للفوز بهذا اللقب، واكد كمان على احتياجه لوجود الجماهير في المدرجات وفي ملعب المباراه النهارده. وطبعا الجزئيه دي مستر كولر ما تشيلش همها، يعني بالنسبه للجزء المتعلق بجمهور النادي الاهلي مش ما تاخدش في بالك، يعني ده موضوع مفروغ منه ان شاء الله. كمان قال ان هم ابتدوا التحضير بالفعل لمباراه سيراميكا بمجرد ما وصلوا من يعني وصلوا ابو ظبي بعد ما انتهوا من مونديال الانديه بين المملكه العربيه السعوديه. عرض طبعا فيديو تحليلي للفريق المنافس خلال محاضرته للعيبه، واكد ان المنافس فريق جيد جدا وبيمتلك عناصر مميزه للغايه. وفيما يتعلق بقى بتفصيل التلاحم المباريات، قال ان لعيبه النادي الاهلي عندها من الخبره ما يكفي انها تقدر تتعامل مع ضغوطات المباريات. وكمان تطرق للحديث عن الحاجه اللي احنا وقفنا عندها كتير الفتره الاخيره، الحقيقه فكره اهدار الفرص. والواحد لما يعمل فلاش باك لمشاركات النادي الاهلي في الفتره الاخيره ولا سيما في كاس العالم للانديه، اقسم بالله ربع الفرص اللي تم اهدارها دي لو ما كانتش اهدرت كان هيبقى النتيجه والوضع مختلف تماما، وتاكدوا ان احنا كنا هنبقى بنلعب في الماتش النهائي قدام مانشستر سيتي. لكن هنرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل، بس مستر كولر وقف عندها التفصيله دي وقال ان هي طبعا بتحصل نتيجه غياب عنصر التوفيق في بعض الاحيان ونتيجة عدم التركيز في الأحيان الأخرى. طبعا طالب كل اللعيبة من هم يعني يثقوا بأنفسهم مع وجود شراسة أمام مرمى الفريق المنافس، إلى جانب طبعا دور الجهاز الفني اللي سيعمل جاهدا على علاج هذا الأمر خلال التدريبات، وإن شاء الله قال نصا أن القادم سيكون أفضل. طبعا التمس هو كمان بالمناسبة فيما يتعلق بعلاقة مستر كولر بالجمهور، وهو اتكلم عن التفصيلة دي قبل كده كتير، هو التمس العذر الكامل لجمهور النادي الأهلي في وجهة نظرهم المتعلقة بجزئية إهدار الفرص. هو قال هو عندهم حق، خصوصا ان هم مش بيشوفوا تدريبات الفريق ولا بيشوفوا الحالة اللي بعض اللعيبة بيكونوا عليها نتيجة تلاحم المباريات، وقال كمان ان هم بطبيعة الحال بيتعرضوا نتيجة هذا الامر لضغوطات كبيرة جدا قد تتسبب في تراجع المستوى لدى البعض من اللاعبين. طبعا في فروقات وفقا للخبرات وفرق الخبرات بين كل لاعب والتاني، وهو ما يقدره تماما اللي هو انطباع الجمهور، ويسعى الى مساعدة جميع اللاعبين كما قال نصر. كمان مستر كولر وجه رسالة خاصة جدا للجمهور، جمهور النادي الاهلي، قال فيها الاتي، تابعوا معنا. Fans, wir sind hier noch im leeren Stadion und wir hoffen, dass ihr morgen mit dabei seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr, dass ich das spüre auch, wie in den Spielen zu Hause oder sonst irgendwo auswärts, wo ihr uns tatkräftig unterstützt und dementsprechend kommt ins Stadion, zeigt, dass ihr alle Fans seid und unterstützt euch. Wir haben noch keinen Titel geholt, mit euch wollen wir versuchen, das erste Spiel zu gewinnen, ins Finale zu kommen und diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. رسالة خاصة لجمهور النادي الأهلي، احنا واقفين دلوقتي في الاستاد فاضي، استاد فاضي بيبقى ميت، من غير جمهور النادي الأهلي ملوش روح ملوش حياة، احنا محتاجينكم بكرة، محتاجينكم تكونوا معانا داعمين لينا،
انا بحب جمهور النادي الاهلي جدا وعارف ان هم دايما في ظهرنا دايما مساندين لينا. محتاجكم بكره جدا، محتاجينكم في ماتش بكره بشكل غير عادي. جمهور النادي الاهلي لازم تكون حاضر بكره، لازم تكون معانا بكره عشان نوصل للنهائي ان شاء الله ونحقق اللقب مع بعض. جمهور الاهلي مستنيكم بكره ان شاء الله. اهلي